الأفاضل هي الانطلاقة هنا والتحديات هنا أيضا على أرضية هذا الميدان، هذا الانطلاق المميز الجميل وتحدياتنا هنا وشوطنا المنطلق وهو الشوط الخامس عشر في مجموعة الأشواط، وشوطنا الخامس عشر والخاص بتحديات هنا الإذاعة الإبكار هنا من هجني أيضا أصحاب السمو الشوخ على أرضية هذا الميدان بهذه الانطلاقات المسائية التي نتابعها. نسير معكم مع هذه الانطلاقة، نسير مع التحديات، نتابع هنا المسيرة، نتابع هنا الانطلاقة، ماذا يدور من تحدي هنا أيضا على مقدمة الشوط. صدارة المركز الأول والمقدمة هنا والمنطلقة لمسة على صدارة على المقدمة لسمو الشيخ راشد بن سعود بن أحمد المعلى وعلي بن خلفان بالشاوي الغفلي في التضمير، بينما المركز الثاني نشرة سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان مع محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري، هناك من الجانب الآخر المنطلقة هملولة من هجن الرئاسة بمتابعة حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد والشايبة لسمو الشيخ زايد بن ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع يمعة بن عتيج الرميثي في التضمير من تنطلق على المركز الرابع، بينما خامس المراكز العنود من هجن البشاير بمتابعة عبد الله بن طويرش بن محمد اللوهيبي من تاتينا خامسا، وعلى المركز السادس المنطلقة هنا الشاهينية من هجن العاصفة مع غياث الهلالي على سادس المراكز، المركز السابع والمنطلقة مناورة هنا لسمو الشيخ زايد بن سليم بن محمد آل نهيان وحمد بن حميد اليديلي بالتضمير بهذا الانطلاق الجميل. هناك من الجانب الآخر نوادر لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مع مختار بن أحمد بالتضمير والشاهينية من هجن زعبيل مع راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد في تضميرها هنا وانطلاقتها وهملولة عاشرا هنا من هجن الرئاسة ومتابعة حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى التحديات الأخيرة. هنا متابعة هذا الانطلاق، نتابع الصدارة ونشرة، نشرة من غيرت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، نشرة من انطلقت لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري في التضمير، القادمة الشايبة لسمو الشيخ زايد بن ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع يمعة بن عتيج بن كسلة الرميثي، والمنطلقة هنا تأتينا هملولة من هجن الرئاسة حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد بالتضمير، بينما المركز الرابع تأتي لمسة لسمو الشيخ راشد بن سعود بن أحمد بن راشد بن أحمد المعلى علي بن خلفان بالشاوي الغفلي بالتضمير من تنطلق خامسا وسادس المراكز. مناورة هنا القادمة، مناورة قادمة لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان بمتابعة حمد بن حميد هنا بن محمد لديلي من يتابعها هنا بهذه الانطلاقة على المركز الخامس. المركز السادس نوادر لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مع مختار بن أحمد هنا منطلقة. سادسا سابع المراكز الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي، القادمة العنود من هجن البشاير عبد الله بن طويرس بن محمد لهيبي من يتابعها سابعا، والمركز الثامن المنطلقة هنا بهذه اللحظات مناورة لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان علي بن سعيد بن مبارك لهيبي بالتضمير والشاهينية، هجن زعبيل من الجانب الآخر مع راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، وعاشرا هملولة من هجن الرئاسة مع حمدان بن محمد بن سعيد
بن مروشد في التضمير. هذه هي النتيجة، ونعود إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط، إلى التحدي الثنائي هناك على الصدارة بين هملولة وبين الشايبة، بين هملولة والشايبة الصراع هنا لليل الفوز والناموس. هنا هملولة من هجن الرئاسة مع حمدان بن محمد بن مروشد، هو الشايبة لسمو الشيخ زايد بن ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع يمعة بن عتيج الرميثي في تضميرها، بينما هنا نشرة على المركز الثالث. هنا قادمة نشرة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان مع محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري في التضمير، ولمسة لسمو الشيخ راشد بن سعود بن أحمد المعلى. هنا علي بن خلفان بالشاوي لغفولي، ومناورة قادمة، مناورة قادمة سمو الشيخ زايد بسيب بن محمد آل نهيان وحمد بن حميد ليديلي في التضمير القادم مع مناورة. هذه الانطلاقة الجميلة والتحديات، هناك الوصول من الشاهينية هجن زعبيل، يتابعها راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. هنا انطلاقات هذا المساء الجميل. المركز السابع العنود من هجن البشاير بقيادة عبد الله بن طويرش لوهيبي القادمة هنا على المركز السابع، ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول. صدارة هذا الشوط هنا هملولة، هملولة من غيرت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، انطلقت بصدارة هذا الشوط هملولة من هجن الرئاسة، حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد من يقدمها على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني، ذات الشايبة على المركز الثاني، سمو الشيخ زايد بن ذياب بن محمد بن زايد نهيان مع يمعة بن عتيج الرميثي في التضمير. الشاهينية قادمة من هجن زعبيل مع راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، هنا القادمة بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات. وهنا الوصول نشرة، نشرة هنا أيضا القادم الشيخ خالد بن سلطان بن زايد نهيان مع محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري، ولكن الصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط هناك، والانطلاق من هملولة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. تندفع بمقدمة هذا الشوط هملولة على الصدارة على المقدمة، هنا مندفعة هجن الرئاسة بمتابعة حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد من تنطلق على الصدارة على المقدمة والمركز الأول، مسيطرة على زمام الأمور بهذا الانطلاق وبهذا الأداء المميز. هنا بانطلاقة وتحديات هذه الأمسية، وها هي النقطة السادسة هنا لأيضا حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد بشعار هجن الرئاسة. تهانينا والناموس ولحظة الوصول إلى خط النهاية مع هملولة معلنة الفوز ومعلنة الناموس. تهانينا المركز الثاني والقادمة في هذه اللحظات على المركز الثاني، واللحظات الأخيرة الشاهينية من هجن زعبيل من حلت على المركز الثاني والمركز الثالث. نشرة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان المركز الرابع، المركز الرابع وصلت هنا بهذه الانطلاقة لمسة لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راهد المعلى، وتأتينا الشايبة لسمو الشيخ زايد بن ذياب بن سيب بن محمد، هنا أيضا آل نهيان سمو الشيخ زايد بن ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. 9 دقائق و17 ثانية بالوفاء والتمام والكمال، هو التوقيت الزمني لانطلاقة وتحديات هملولة. تهانينا وناموس هجن الرئاسة، تهانينا لحمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد على هذا الأداء. انطلاقة جديدة وتحدي رائع وجميل، وشوط آخر من أشواط التحدي تمت انطلاقتي بعون من الله تعالى وتوفيقه.